على فكره نفس الكلام يعني الوداد اقوى من صن داونز. بص يعني انا تابعت المباراتين بتوع الوداد والصن داونز ذهابا واياب، ورغم ان اداء الوداد في مباراه الذهاب كان وحش جدا، رغم ان صن داونز لعب شوط كامل ب 10 لاعبين، لكن وكانت يعني وتوجهاتي زي ما قال ماهر كده ان صن داونز هيبقى اسهل للاهلي من الوداد لو كان صعد يعني، وكانت فرصه اكبر. لكن لما شفت مباراه الاياب لا الموضوع اختلف، كان المدرب البلجيكي بقى خد فتره، يعني دي تاني مباراه ليه كانت، يعني كانت اول مباراه الذهاب ودي تاني مباراه ليه، خد فتره وقف لعبته بشكل كويس جدا، استفاد من الخبرات اللي عنده، فالمواجهه صعبه جدا، والحسم لازم يبقى في القاهره، يعني زي ما قال ماهر الحسم لازم يبقى في القاهره، ما تنتظرش. وانا من الناس اللي بحب ان انا ابقى مسافر وانا عارف انا عايز ايه من المباراه الثانيه، الحسم محتاج يعني انا ما بحبش الاياب عندي، ولكن يبدو ان سعيد نصيري بصدد نحت استراتيجيه جديده في عالم كره القدم. هذا هو المدرب الرابع، انا سميتها استراتيجيه النجاح في اصلاح الاخطاء، يعني يخطئ ويعرف متى وكيف يصلح الخطا ويمر الى المرحله المواليه وبطريقه جيده جدا، في الاخير يحسب لرئيس النادي ويحسب لإدارة النادي النجاح والمرور لنهائي تشامبيونز ليج الإفريقية، رغم أنه الأمور إداريا
صارت عكس العرف الجاري إن صح التعبير أو العرف الصحيح. والله عزيزي الهيكل، أولا دعني أعبر عن سعادتي بهذا التأهل، تأهل الوداد الرياضي إلى لقاء النهائي. ولكن أنا أختلف معك وأقول بأن في الحياة هناك أيضا ما يسمى بقاعدة الاستثناء، يعني تكون خارجة عن المألوف. يعني فريق غير المدرب 4 مرات، الفريق أيضا صرح مجموعة من اللاعبين المميزين ولم يتعاقد إلا مع لاعبين قلة، فريق أيضا عاش هزات خاصة من بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم ويتواجد في النهائي. أنا أعتقد بأن هذا قاعدة استثنائية، يعني خرج عن المألوف وخرج عن ما هو عادي وطبيعي، لأن لا أحد لا بالمنطق ولا بالعقل ولا أيضا بالتفكير التقني ولا أيضا حتى بالتكوين الفكري لا يمكن أن يصدق أن فريق بكل هذه المشاكل وتأهل إلى النهاية. لا يمكن أن يصدق أن فريق فشل أمام جماهيره وبملعبه وأمام فريق ناقص لاعبين وفشل ورحل إلى جنوب إفريقيا وتأهل. أنا أعتقد بأن هذا استثناء، والوداد كان استثناء بأدائه البطولي والخرافي، وأقول بأن حتى سعيد الناصري هذا واقع أصبح الرئيس الاستثنائي في كرة القدم الوطنية، لأنه يسير لوحده، هو المبتدأ هو الخبر، ولكنه فاز على مستوى النتائج الرياضية يمكن أن نقول بأنه رقم 1 في تاريخ كرة القدم الوطنية. هذه الحقيقة لا يمكن أن أنكرها إطلاقا. سعد أي حارس دوت، لكن إفريقيا الوضع مختلف. أكيد. المباراة مع الوداد مش بالسهولة اللي الناس متخيلها، طالما صن داونز خرج فيبقى الوداد. أنا واحد من الناس كنت ممكن في الحلقة الماضية مع كابتن ميدو كنت شايف إن فرص الأهلي لما يلعب صن داونز العودة مرة أخرى العودة رومنتادا. لا مش عشان لا خلاص الأهلي حاليا أفضل فنيا. لا الوداد مع تغيير المدرب ورحيل جريدو ومجي المدرب الحالي البلجيكي دوت بروك دوت، لا الوضع مختلف. الوداد أفضل، وشفنا مباراة الوداد وصن داونز لا تقلق. يعني كان برضو بعيد عن الأهلي في حالة فنية ممتازة جدا، لكن الوداد في المباراة العودة بالذات أمام صن داونز الوداد أصعب من صن داونز. الملعب هيكون صعب على النادي الأهلي، ملعب ما ملعب عليهم في القارة هيبقى أصعب. لا عشان كده مباراة الذهاب بتشكل النادي الأهلي 70% من البطولة. أكيد مباراة 70% من مباراة الذهاب في القاهرة يوم الأحد إن شاء الله بعد القادم 70% من فوز الأهلي باللقب، لأن الملعب هيكون صعب على الأهلي في مباراة العودة، صعب جدا مع جماهير مع كده. ولذلك برضو مطالب النادي الاهلي بان تكون الساعه كامله في الاستاد طلب منطقي، الاهلي محتاج جماهير مصر كلها في المباراه. انا قلت كده. طب بالنسبه لمباراه الوداد والنادي الاهلي، انت حضرتك بتقول الوداد يكسب هنا صح؟ ايوه بناء على ايه؟ صح. انت اولا هتلعب اقل حاجه يعني مثلا 50,000 متفرج، تاني حاجه فرقه الاهلي فايقه جدا وعارفه ان المباراه دي هي اللي هتعديه في المباراة التانية، فانت لو جيت يعني انت لو جيت عملت تعادل هنا يبقى انت عملت انجاز لو عملت تعادل. انما انا بقول لك اهو من دلوقتي النتيجة 2 أو 3 للنادي الاهلي، لاني بصراحة انا اتفرجت على فرقة الوداد. ما انا هقول لك بس اتفرجت على فرقة الوداد ما فيهاش حد يخوف، انت ممكن هناك تكسب. شو السريده يا كابتن كريم؟ هقول لك بس والله ما بجامل، والله ما بجامل، انا بكلمك بمنتهى السريده. شو انت حكمتي على الوداد 3 الاصابات هذه، وانا نقول لك الوداد التعادل 0-0 الماتش اللي هنا الاهلي 0-0 ان شاء الله في الاهلي الماتش اللي هنا يا كابتن 2-0 فيما يزيد تراني يا كابتن اطلع الكريم وكمان اطلع الكريم وكمان. ما انا بقول لك ربحتك نجي عندك المثل، ربحتي نجي عندي الدار البيضاء. دكور